أخبار سهيل بالمختصر، مرحبا بكم. خلية إرهابية جديدة لميليشيا الحوثي، مهمتها زراعة العبوات الناسفة في الطرقات العامة والمواقع الحيوية في مأرب. تم ضبطها من قبل قوات الأمن الخاصة أثناء قيامها بزراعة عبوات ناسفة في مفرق حريب والخط الدولي. الإعلام الأمني أكد أن عملية الضبط جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيقة لتحركاتهم أولا بأول. قنبلة عائمة على سواحل الحديدة وجهود غير مكتملة لفصل الصاعق الحوثي، حيث استخدم الحوثيون خزان الصافر العائم قبالة سواحل الحديدة ورقة ابتزاز سياسية لاستهداف الأمن البحري وممر الملاحة الدولية. الأمم المتحدة أعلنت استكمال المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الخزان العائم صافر، وهي مرحلة الفحص وتقييم الخزان، وتتوزع خطة إنقاذ الناقلة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية تقدر ب 144 مليون دولار لحل أزمة الخزان الذي ينذر بخطر تسرب 1 مليون برميل من النفط الخام، في ظل استمرار التهديد الحوثي للخزان البديل بجعله أداة لابتزاز سياسية جديدة. مقبرة جماعية لمختطفين قتلتهم الميليشيا الحوثية عام 2010. بعد 13 عاماً من اختطافهم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، مواطنون في منطقة حرف سفيان يعثرون على مقبرة جماعية لأكثر من 16 جثة تعود لعدد من أبناء منطقة حرف سفيان اختطفتهم الميليشيا الإمامية عام 2010. وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن عدد من عثر على جثثهم مدفونة في كهف بمديرية حرف سفيان 16 شخصاً من أبناء المنطقة كانت اختطفتهم ميليشيا الحوثي في عام 2010 أثناء حربها مع القبائل. ونفذت ميليشيا الإرهاب الحوثي عدداً من الإعدامات الجماعية وجرائم الإبادة ضد اليمنيين منذ بدء تمردها عام 2004 حتى اليوم. نهاية المختصر، في أمان الله.